أنا بريتي هوا مش دم راجل بيه، ما مش دم غيري ولو يشم مزعل، وأنا ابن الدمع والعوز والحرمان، وأنا ابن العشق والغزل مقياسي. التسلسل 61 هذا يومك يا العرابي. التسلسل 59 عبد الحافظ إبراهيم خضر. التسلسل 31 خزعل القاسم سلطان. التسلسل 13 نبيل محمد جميل. اليوم أتواصل معكم من جديد وأقف بينكم، وأنا مدرك أن في صدر كل منكم شلالا من الحب وجبلا من إرادة صلبة. أتحدث إليكم اليوم ونحن على أبواب انتخابات تشريعية ستقود إلى تشكيل الحكومة القادمة ورسم مستقبل العراق، فأقول اذهبوا جميعا إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا الصالح الأمين الذي لا يفرط بحقوقكم ولا يتنكر لكم ولا يبحث عن مصلحة ذاتية أو يدير وجهه عن حق أو واجب. وأدرك تماما أنكم تعرفون من تخاذل وتنكر ومن سكت أمام مصالحه ولم نسمع منه موقفا ينتصر فيه لأهله. لا تتنازلوا عن حقكم ولا تسمحوا للجبناء وعبيد مصالحهم بالتقدم على حسابكم. دققوا التحالفات والكتل والقوائم والأشخاص وانتصروا لأنفسكم، لحقوقكم، لمستقبل أبنائكم. إنهم يبتهجون ويدعونكم إلى جلد أنفسكم تحت شعارات زائفة منها أن لا أمل في التغيير. التغيير أنتم من يصنعه، وأنتم من يحوله من فكرة إلى واقع تلمسونه جميعا. لكم الحق كله ولمدينتكم دين في رقابنا جميعا، ينبغي أن نعمل على إيفائه بقلوب عامرة بالحب والإيمان. أيها الأعزاء، أنا معكم في كل الظروف والأحوال، فأنتم في القلب والضمير، ومعا سنكمل الطريق ونعيد للموصل بهاءها ودورها المشهود. أصحاب القرار الزود هذا ابن البخت والحال، ابن الموصل الحدباء لجنب ليلة ما غمر. أهل الموصل نبنيها فوق الغيم نعليها من كل عاين نهديها. الاحتفالية اليوم التي أقيمت بمناسبة افتتاح قائمة تحالف القرار العراقي، احتفالية ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير لهذه المدينة والمحافظة. هذه المدينة المحافظة التي ظلمت كثيرا لابد لها أن تنهض من جديد على يد رجالها وأبنائها، وأدعو الجميع إلى المشاركة في التصويت. قعودهم يعني بقاء الفساد، قعودهم يعني تشجيع الفساد، قعودهم يعني تمكين الفساد، فمن قعد فقد مكن الفاسد من البقاء على فساده وفي مكانه. نحتفل اليوم بمناسبة الاحتفال العظيم الذي يقيمه القرار العراقي، وفي هذه المناسبة أود أن أبين أن مدينة الموصل لم يبنيها إلا أهلها، وعلى الأخوة الناخبين أن يهتموا حول هذه القائمة التي تمثل أبناء الموصل، أبناء الموصل الأصلاء، وكلنا فخر وكلنا عز، ونهتم ببناء هذه المدينة. إن شاء الله يكون مشروعنا القادم مساعدة أهلنا في منطقة في المدينة القديمة ونصرة إخواننا الهيئات التعليمية في استرداد حقوق
ورواتبهم المسلوبة التي اعتبرت ادخار إجباري للمعلمين، أسوة بباقي الوزارات التي صرفت الادخار المبالغ كاملة لموظفيها ما عدا وزارة التربية ومحافظة نينوى بالذات. كذلك إن شاء الله راح نشكل لجنة لمتابعة المفقودين من أهالي نينوى، سواء كانوا على أثناء الحرب العمليات العسكرية على المدينة أو من جراء عصابات داعش الإجرامية. نتمنى أنه تحالفنا يكون على قدر عالي من المسؤولية، وراح ينطي مدينة الموصل حقها المسلوب هاي سنين، وقناتكم قناة عزة علينا، وإن شاء الله إن شاء الله توصل فكرة واضحة أنه مدينة الموصل راح ترجع. مدينة الموصل دفع الثمن يعني جدا غالي تجاه وفائها والتزامها، وإن شاء الله إن شاء الله راح نكون صوت أبناء هذه المدينة، راح نكون التحالف اللي يطالب حقوق أهل مدينة الموصل، راح نكون صوت الشرطة المفصولين، راح نكون صوت الناس اللي يعانون من قضية تشابه الأسماء، راح نكون صوت الرياضيين، راح نكون صوت الطلبة، راح نكون صوت للكل بدون أي مصلحة. مصلحتنا الوحيدة هو حبنا لمدينة الموصل، انتمائنا لمدينة نينوى، نعتز بكافة الائتلافات اللي تحب مدينة الموصل واللي تريد تخدم مدينة الموصل. تشهد اليوم مدينة الموصل كرنفال تحالف القرار العراقي، الاحتفالية المركزية بحضور رئيس التحالف، أعضاء التحالف، المرشحون عن مدينة الموصل. ها هذا هو عهدنا بمدينة الموصل، ستبقى الموصل عزيزة حرة أبية بتحالف القرار العراقي، القرار قرارك. اليوم حضرنا الاحتفالية لتحالف القرار العراقي بحضور الأستاذ أسامة عبد العزيز المجيفي، ومن خلال هذا المؤتمر أوجه دعوة إلى أهلنا في محافظة نينوى، التوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب من يمثلونهم، ونحن أصحاب القرار العراقي نعدهم بإذن الله أن نكون ظهرا لهم وسندا لهم. تمت اليوم احتفالية انطلاق تحالف الانتخابية لتحالف القرار العراقي برعاية السيد رئيس الائتلاف الأستاذ أسامة النجيفي وبحضور جميع المرشحين في القرية السياحية في غابات الموصل. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، ونتمنى الحضور الواسع لكل الناخبين، وذلك لغرض اختيار الأصلح والأكفى لخدمة محافظتنا العزيزة محافظة نينوى وخدمة وطننا الحبيب العراق.